الوان أعد بشرفي أنا أبذل جهدي في أن أقوم بما يجب علي نحو الله والسلطان والوطن ونساعد الناس ونعمل بقانون الكشافة أسفى الخط. أسدل الستار على فعاليات المخيم الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم بعنوان الكشفية والتنمية المستدامة، حيث تضمن المخيم خلال فترة إقامته مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والبيئية والرياضية والسياحية والحلقات التدريبية. المخيم الصيفي قدم عدة ورش تدريبية للكشافة، تضمنت ورش مثل كيفية صناعة الأفلام وعالم الريبوت، كيفية تحديد الاتجاهات مثل المغامرات، كان في وسط الضباب كيف نحدد الاتجاه لكي نصل إلى الموقع العيون. المخيمات الكشفية تعد إضافة جديدة لإكساب المشاركين العديد من الخبرات والمهارات. استفدنا في المخيم أشياء كثيرة، ومنها الربطات والتعرف على الأصدقاء والتحدي والمغامرات، فكانت هناك مناظر طبيعية جميلة وعيون جميلة، واستكشفنا الكثير من الأشياء واستفدنا الكثير من الأشياء، وكان هناك تحدي بين الوفود، فالحمد لله أنجزنا هذا اليوم وكان يوم ممتع. كما نظمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات حلقة عمل عن التخطيط الاستراتيجي للجمعيات الكشفية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. احنا اجتماعنا كان لنقاش استراتيجيات الكشافة في دول الخليج العربية جميعهم، بحيث نطلع باستراتيجية موحدة لجميع الدول تأخذ عناصر الاستراتيجيات المعروفة في العالم على أحدث أسلوب تخطيط استراتيجي وإدارة استراتيجية بعناصرها المختلفة. فكانت هناك عدة ورش ظلت على مدى 3 أيام، وتخللها أظن ورشة للتعريف بالتخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية بشكل عام في العالم وتطبيق بطاقات الأداء المتزنة، واستحدثنا بطاقة مقارنة بين جميع الدول بحيث نغطي جميع العناصر الأصلية المحتاجينها في الخطط الاستراتيجية إن شاء الله للمستقبل. المخيم انضم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تعود بالفائدة على المشاركين من القادة والكشافة. محمد بن بخيت الشحري، متحف أرض اللبان، محافظة ظفار.